لا طبعا ببارك لجماهير النادي الاهلي في المقام الاول، لان هم كانوا يعني اللاعب رقم واحد، وده اللي معودنا عليه جماهير النادي الاهلي. وانا لما كنت بطلع اتكلم قبل كده كنت بقول ان دي المفضله والبطوله المهمه لجماهير النادي الاهلي، لان سقف طموح جماهير النادي الاهلي ان هو يحقق دوري ابطال افريقيا. انا زي ما بقول ما بطلع في اي مكان بقول ان طبيعي ان انت تحقق دوري عام، طبيعي ان انت تحقق كاس مصر، طبيعي ان انت تحقق سوبر، لكن البطوله المحببه والمفضله لجماهير حقيقي. النادي الاهلي بتبقى فرحتها مختلفه جدا. لكن ده بيبين قد ايه قيمتك انت كنادي اهلي في النهائيات، قيمتك انت ان انت توصل فاينل. حتى انا ما بعترفش يا كابتن هاني واستاذ هام ان الاداء هو كل حاجه، لا احنا قبل كده كنا بنادي وخسرنا امام الزمالك في ماتشات السوبر، النهائية خاصة لكن الروح اللي كانت موجوده في مباراه الوداد والادوار اللي قبل كده، الروح هي اللي جابت لك البطوله، الروح هي اللي خلتك ان انت ما تيأس حتى لو انت في اسوء حالاتك فنيا، لكن انت مظبوط في سيناريو اصرارك. للمباراه ممكن ان انت بتدي الاستحواذ للفرقه اللي قدامك كمدير فني او فنيا، وبتلعب على رد الفعل وبتلعب على الهجمه المرتده. لكن كلنا كاهلاويه وكنا محبين للنادي الاهلي ان احنا ما فقدناش حتى 1% ثقه في اللعيبه في الروح اللي موجوده.